زوار مساء الجهة الكرام من شارع محمد الخامس حيث يحتضن هذا الفضاء المعرض الجهوي للكتبيين بجهة رباط السلا القنيطرة في دورته 21. نستضيف مجموعة من الفعاليات التي تسهر على تنظيم هذه الأروقة للمثقفين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أيوب بن حكيم، الكاتب العام للجمعية الجهوية للكتبيين الرباط السلا القنيطرة، ورئيس مركز تكامل المعارف للدراسات، ومشارك هنا، ويشرفني أن أشارك مع مجموعة من الكتبيين والناشرين في هذه الدورة، الدورة 21. في البداية، من لم يشكر المخلوق لا يشكر الخالق، فنحن نود أن نشكر السلطات المختصة بجميع أطيافها وألوانها على إتاحتها هذه الفرصة، خاصة بعد انقطاع لمدة سنتين جراء الجائحة التي أثرت علينا كما أثرت على جميع الفاعلين الثقافيين. بخصوص هذه الدورة، ما يميزها هو هذا الخليط المشارك بين دور النشر والمكتبات والكتبين أو ما يعرف بالبوكينيست. كذلك سنعمد إلى، كما عودنا الناس هنا، إلى فتح فضاء العام لتنظيم مجموعة من الندوات يعني تهتم بآخر الإصدارات التي أصدرت خاصة في تاريخ مدينة الرباط والتاريخ المغربي بصفة عامة. وكما تلاحظون، كتب مختلفة هنا وكذلك في الأروقة الأخرى، بين الكتب القديمة، الكتب المستعملة والكتب الجديدة. نحاول ما أمكننا وما أجهدنا أن تكون الكتب في مستوى التطلعات من جهة الكيف والكثرة من جهة الكم، وحتى على مستوى الأثمنة نحاول دائما أن لا نربح كثيرا، أن يكون الكتاب في متناول التلميذ، في متناول الطالب، في متناول الأستاذ الجامعي، المستشرقين الذين يمرون إلى هذه الأروقة. كذلك هناك أمر هام، نركز على الكتب التي تعنى بتاريخ المغرب، خاصة بقضيتنا الأولى، قضية المصير المغربية، هي قضية الصحراء المغربية. نأتي بكتب كثيرة لمجموعة من المؤرخين والمستعربين والمستشرقين الذين دائما يحاولون من خلال الوثائق والمخطوطات إلى آخره أن يبينوا للعالم كله أن الصحراء مغربية، خاصة أن مجموعة من الأجانب خاصة من دول الخليج ومن أوروبا يأتون إلى هذا الرواق. فيمكن أن يكون هذا المعرض ولو بنسبة 1% فعالا في تعريف الناس بهذه القضية، ولما لا التأثير ما يسمى بالقوة الناعمة. وشكرا جزيلا. نعم، في إطار التفاعل، ما هو جديد الدورة 21 لا سيما وهو أنه نلاحظ عشرات الأروقة، ما يفوق عشرة أروقة، نعم، تعرض مجموعة من الكتب نوعيتها. الجديد أولا هو طريقة التصفيف وحتى الخيام، خيام ضد الحريق صديقة للبيئة. وهنا يجب أن نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أمدتنا بمبالغ جد محترمة لإنشاء هذه الخيام. بالنسبة للتخصصات، تقريبا كل التخصصات موجودة، اللغات الحية وحتى اللغات غير الحية موجودة هنا اللاتينية، ستجد العبرية، ستجد طبعا العربية والفرنسية والإنجليزية. نركز على التاريخ، الأدب، الجغرافيا، المسرح، الفنون، حتى مجال الفوتوغرافيا، هناك من يعرض ما يسمى بالكارت بوستال بين قوسين إلى آخره، تقريبا جميع التخصصات. القانون أيضا، القانون القديم والجديد والمعاصر والراهن بالتحيينات الأخيرة. مجموعة من المدن أصبحت تطلب أن تنتقل وتعرض هذه الأروقة بمدنهم، صحيح. هل أنتم مستعدون؟ دائما مستعدون، والثقافة يجب أن يكون فيها سطحية على أي حال. نحن مستعدون طبعا.